الحمد لله، وكيف الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو المفاعيل. وسنتكلم عن ثلاثة مفاعيل: المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله. طيب، المفعول به ما تعريفه؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. يعني عندما أقول مثلا قرأ محمد الدرس، كلمة الدرس مفعول به، وقع عليها فعل القراءة. يعني هذه القراءة وقعت على أي شيء؟ وقعت على الدرس. يبقى المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. طيب، معنى وقع عليه فعل الفاعل يعني تعلق به هذا الفعل، يعني المفعول به تعلق به فعل الفاعل، إما على جهة الثبوت مثل قرأ محمد الدرس، يعني أثبتت القراءة، قراءة الدرس لمحمد، أو على جهة النفي عندما أقول لم يقرأ محمد الدرس. فالفعل هنا وقع على الدرس، معنى وقوع الفعل هنا على الدرس ليس على جهة الثبوت وإنما على جهة النفي. يبقى إذن معنى وقع عليه فعل الفاعل يعني تعلق به فعل الفاعل، إما على جهة الثبوت وإما على جهة النفي. طب حكمه؟ المفعول به حكمه النصب، سواء كان منصوبا بالفتحة أو ما ينوب عنها، يعني ضربت محمدا منصوب بالفتحة، ضربت الرجلين منصوب بالياء، أكرمت المهندسين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، أكرمت المدرسات منصوب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، أكرمت أباك منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست. طيب، أقسام هذا المفعول به، هذا المفعول به أقسامه: إما أن يكون اسما ظاهرا، اسم ظاهر، وإما أن يكون ضمير. اسم ظاهر زي إيه؟ زي أكرمت محمدا، محمد مفعول به اسم ظاهر وليس ضمير. طيب الضمير، إما أن يكون ضمير متصل أو ضمير منفصل. والمتصل إما أن يكون للمتكلم، أقول ضربني محمد، فالياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به ضمير متكلم، أو للمخاطب ضربك محمد، أو للغائب ضربه محمد. والضمير المنفصل أيضا إما أن يكون للمتكلم، أقول إيايا أكرم، فإيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو ضمير المتكلم، أو للمخاطب إياك أكرم، أو للغائب إياه أكرم. يبقى إذن المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، حكمه يكون منصوبا بالفتحة أو ما ينوب عنه. طيب، أقسام المفعول به: المفعول به إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضمير. والضمير إما أن يكون ضمير متصل للمتكلم أو المخاطب أو الغيبة، وإما أن يكون ضميرا منفصلا للمتكلم أو المخاطب أو الغيبة. بعد ذلك ننتقل إلى المفعول المطلق. ما معنى المفعول المطلق أحبابنا الكرام؟ المفعول المطلق هو مصدر، تعريفه هو مصدر منصوب بفعل من لفظه أو معناه يكون مؤكدا له أو مبينا لنوعه أو عدده. يعني إيه الكلام ده؟ عندما أكون مثلا ضربت محمدا ضربا، ضربت محمدا ضربا شديدا، ضربت محمدا ضربتين، فكلمة ضربا هذا مصدر منصوب بفعل من لفظي. يعني نلاحظ أحبابنا الكرام أن لفظ ضربة هو لفظ ضرب، نفس الحروف، يبقى منصوب بفعل من لفظه.
مؤكدا له. يعني كلمة ضرب هنا أكدت الفعل اللي هو إيه؟ ضرب، جاءت مؤكدة لهذا الفعل. طيب، ضربت محمدا ضربا شديدا، المصدر هنا أتى مبينا لنوع الضرب. يعني عندما أقول ضربت محمدا ضربا، هل ضربا شديدا أو خفيفا أو متوسطا؟ فتأتي كلمة شديدا هنا بعد كلمة ضربا لتبين أن هذا المصدر مفعول مطلق مبينا لنوع الفعل. طيب، ضربت محمدا ضربتين، ضربتين هنا مفعول مطلق مبين لعدد ضربات الفعل. عندما أقول ضربت محمدا فقط، هل ضربته ضربة واحدة أو ضربتين أو أكثر؟ فيأتي المفعول المطلق يبين عدد الضربات. يبقى إذن المفعول المطلق أحبابنا الكرام هو مصدر منصوب، يعني حكمه إيه؟ النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها، تمام؟ مصدر منصوب بفعل من لفظه أو معناه، إما أن يكون مؤكدا لعامله ضربت ضربا، أو مبينا لنوعه ضربت ضربا، ضربت محمدا ضربا شديدا، أو مبينا للعدد ضربت محمدا ضربتين. طيب، أقسام المفعول المطلق أحبابنا الكرام، المفعول المطلق إما أن يكون لفظيا يعني لفظي ومعنوي. لفظي إذا وافق المفعول المطلق لفظ فعله، يعني مثلا قتلته قتلا، قتلا دي بنقول عليها مفعول مطلق لفظي، لأن لفظ المصدر ولفظ الفعل واحد، نفس الحروف، قتل قتلا. طب لو الحروف مش هي ليست واحدة وإنما المعنى واحد، عندما أقول مثلا وقمت وقوفا، قعدت جلوسا، هنلاحظ إيه؟ وقوفا ده مفعول مطلق لكن معنوي، لأنه اتفق مع فعله في المعنى فقط، أما اللفظ مختلف، يعني لفظ قمت غير لفظ الوقوف، ولفظ قعدت غير لفظ الجلوس، لكن المعنى واحد. يبقى إذن المفعول المطلق هو مصدر منصوب بفعل من لفظه أو معناه، يكون مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو عدده، حكمه يا أحبابنا الكرام النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. طب أقسامه إيه؟ إما أن يكون لفظيا، يعني يوافق لفظه لفظ فعله مثل قتلته قتلا، أو معنويا يعني يتفق مع فعله في المعنى فقط دون اللفظ. يتبقى لنا في المفاعيل المفعول لأجله. طيب، ما معنى المفعول لأجله؟ المفعول لأجله أحبابنا الكرام هو مصدر قلبي منصوب يأتي علة لما قبله. يعني أقول مثلا قمت إجلالا للأستاذ، فكلمة إجلالا ده مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله، وهو مصدر إجلال، ده مصدر أجله، تمام؟ طيب، ومصدر قلبي، يعني إيه قلبي؟ يعني من الأشياء المعنوية التي لا تصدر عن الجوارح. يبقى أول حاجة في تعريف المفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر قلبي منصوب يأتي علة لما قبله، يعني قمت إجلالا، لماذا قمت إجلالا؟ يبقى إجلالا هذه هي العلة التي كان من أجلها القيام. طب حكمه إيه؟ النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. شروط الاسم الذي يقع مفعولا لأجل، أحبابنا الكرام، شروط الاسم الذي يقع مفعولا له، أول حاجة أن يكون مصدرا،
وإلا لم يعرب مفعول لأجل. يعني مثلا سافرت إلى القاهرة، سافرت إلى القاهرة للمعرض. معرض ده لا يصح أن تعرب مفعول لأجل لأنها ليست مصدرا وإنما هي اسم مكان. طيب أن يكون قلبيا، يعني إيش شيء قلبي؟ يعني لا يتعلق بأعمال الجوارح، يعني شيء معنوي، يعني لا يحس لا يدرك، مثل مثلا الحب، البغض، الكراهية، الاحترام، الإجلال، كل هذه مصادر معنوية يعني لا تدرك بإحدى الحواس الخمسة. ده معنى أن يكون مصدرا قلبيا. يعني ما ينفعش ذهبت إلى المدرسة قراءة للكتب، كلمة قراءة ديت ما ينفعش تكون مفعول لأجله. ليه؟ لأنها ليست مصدرا قلبيا وإنما مصدر يخرج عن أداة من أداة الجوارح وهي مثلا اللسان. يبقى احنا قلنا يشترط في المصدر الذي يعرب مفعولا لأجله أن يكون مصدرا قلبيا، يعني ليس صادرا عن أعمال الجوارح وإنما شيء معنوي مثل الحب والبغض والكراهية والإجلال والتعظيم إلى غير ذلك مما لا يدرك ولا يحس بإحدى الحواس الخمس. أن يكون مصدرا قلبيا. ثلاثة، أن يكون علة لما قبله، بمعنى أن يصح أن يسأل عنه بلماذا. يعني عندما تقول قمت إجلالا فكأن سائلا سأل لماذا قمت فتقول إجلالا للأستاذ، يبقى لابد أن يكون علة لما قبله. نمر أربعة أحبابنا الكرام، الاتحاد مع عامله في الوقت. أن يتحد مع عامله يعني مع فعله في الوقت. أن يتحد مع عامله في الوقت. يعني مثلا ما ينفعش أقول جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا، تمام. كلمة الإكرام هنا مصدر، ومصدر ومصدر قلبي، لكن لا يصح أن يعرب مفعولا لأجله. ليه؟ لأن فاعل الإكرام، لأن فعل الإكرام لم يتحد مع فعله في الزمن. يعني الإكرام كان في الغد لكن المجيء كان اليوم. هنا المصدر لم يتحد مع فعله في الزمن، فعل المجيء غير، ويعني زمن المجيء غير زمن الإكرام كما يقولوا. لابد في المفعول لأجله أن يتحد مع عامله في الزمن، يبقى وقت المجيء لابد أن يكون هو وقت الإكرام، لكن هنا وقت المجيء كان اليوم لكن وقت الإكرام كان غدا، ده ما ينفعش. لابد أن يتحد المصدر مع عامله في الوقت في الزمن، لابد أن يتحد مع فاعله، لابد أن يتحد مع عامله في الفاعل. ما ينفعش مثلا أو أقول جاء زيد لإكرام علي الله، فاعل المجيء هو زيد، تفاعل الإكرام علي، يبقى هنا المصدر لم يتحد مع فعله في الفاعل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليس فعل المجيء، فاعل المجيء ليس هو فاعل الإكرام، لأن فاعل المجيء هو زيد وفاعل الإكرام هو علي. يبقى من شروط الاسم الذي يقع مفعولا له أن يتحد مع فعله في الفاعل. يبقى فاعل الفعل هو فاعل الايه؟ المفعول لأجله. وأن يتحد مع عامله في الوقت، يبقى زمن الفعل هو زمن المصدر أو زمن المفعول لأجله، تمام؟ طيب يبقى إذن المفعول لأجله هو مصدر قلبي منصوب يأتي علة لما قبله، حكمه النصب بالفتحة وما ينوب عنه. طيب
شروط الاسم الذي يقع مفعولا له أحببنا الكرام، أن يكون مصدرا، وأن يكون مصدرا قلبيا، وتحدثنا عن معنى القلب، وأن يكون علة لما قبله، وأن يتحد مع عامله في الوقت والزمن، وأن يتحد مع عامله في الفاعل، يعني فاعل الفعل هو فاعل المصدر، وزمن الفعل هو زمن المصدر. بقي أن نقول إن الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له ثلاثة أحوال أحبابنا الكرام. الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له كم حالة؟ ثلاثة أحوال: أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مضافا، أن يكون مجردا من أل والإضافة. لو كان مقترنا بأل أحبابنا الكرام فالأكثر فيه أن يجرب اللام بلام العلة، يعني ضربت ابني للتأديب. الأكثر في الاسم الذي يقع مفعولا لأجله ويكون مقترن بأل أن يغر بلام التعليل. طب لو كان مضاف يجوز الوجهان، يجوز أن يغر بلام التعليل ويجوز أن يكون منصوبا: جئتك محبة أدبك أو لمحبة أدبك. يبقى الاسم الذي يقع مفعولا لأجله إذا كان مضافا يجوز جره باللام ويجوز نصبه، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. طب إذا كان مجردا من ألو الإضافة الأكثر نصبه، يعني يترجح نصبه على جره. تمام، قمت إجلالا للأستاذ، مصدر قلبي منصوب يأتي علة لما قبله، يعني يقع جوابا للسؤال بلماذا. يعني مثلا عندما تقول قمت إجلالا للأستاذ، لماذا قمت؟ فتقول إجلالا، يبقى يقع يصح أن يقع جوابا لسؤال بلماذا. طيب حكمه إيه؟ النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. شروط الاسم الذي يقع مفعولا له أو مفعولا لأجله: أن يكون مصدرا، أن يكون هذا المصدر قلبيا، أن يكون علة لما قبله، أن يتحد مع عامله في الوقت الزمن، أن يتحد مع عامله في الفاعل. الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له ثلاثة أحوال: إن كان مقترنا بأل تمام فالأكثر جره باللام، وإن كان مضافا فيجوز جره باللام أو نصبه سيان، لا ترجيح لأحدهم على الآخر، وإن كان مجردا من ألو الإضافة فالأكثر نصبه، يعني يترجح نصبه على جره باللام. بذلك نكون قد انتهينا من درس المفعيل، وشرحنا وقد شرحنا فيه المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.